بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 172. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام الرضاع وما يحرمه، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. رواه الجماعة. والرضاع لغة مص اللبن من الثدي أو شربه، وشرعا هو مص من دون الحولين لبنا تابعا حمل أو شربه أو نحو ذلك. والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله. ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون 5 رضاعات فأكثر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك 5 رضاعات وصار إلى 5 رضاعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه مسلم. وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو مبين لما أجمل في الآية والأحاديث في موضوع الرضاع. الشرط الثاني أن يكون 5 رضاعات في الحولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعناه أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها، فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ إليها ويوسعها، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام، أي ما كان في زمن الصغر وقام مقام الغذاء، وذلك بأن يكون في الحولين. فالذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه وينبت لحمه، فيكون ذلك جزءا منه. وحد الرضعة كما بينها العلماء أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو لغير ذلك، فيحتسب له بذلك رضعة، فإن عاد فرضعتان، وهكذا، ولو كان ذلك في مجلس واحد. وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة، فيرجع في تحديدها إلى العرف. ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع فحكمه حكم الرضاع، كما لو قطر في فمه أو أنفه أو شربه من إناء ونحوه، فإن ذلك يأخذ حكم الرضاع، لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية، بشرط أن يحصل من ذلك 5 مرات. وأما ما ينشره الرضاع من الحرمة، فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين 5 رضعات فأكثر، صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها عليه وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها، ويكون محرما لها، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولا يكون ولدا لها في بقية الأحكام، فلا تجب نفقتها عليه، ولا توارث بينهما، ولا يعقل عنها في الجنايات، ولا يكون وليا لها، لأن النسب أقوى من الرضاع، فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص، وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة. ويصير المرتضع أيضا ولدا لمن ينسب لبنها إليه بسبب حملها منه،
أو بسبب وطئه لها بنكاح أو شبهة للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال. والرضاع فرع عنه، فيكون المرتضع ولدا له في الأحكام المذكورة في حق المرضعة فقط، وهي تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام. وتكون محارم من نسب إليه اللبن كآبائه وأولاده وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، يكونون محارم للمرتضع. ويكون محارم المرضعة كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع أيضا. وكما تثبت الحرمة على المرتضع بالنسبة لأبويه من الرضاع ومحارمهما، تنتشر كذلك على فروعه من أولاده وأولاد أولاده دون أصوله وحواشيه. فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى من المرتضع من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه وهم إخوته وأخواته. ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو بزنا صار ولدا للمرضعة فقط، لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. ولبن البهيمة لا يحرم، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهما. واختلف في لبن المرأة، إذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطئ تقدم ورضع منه طفل، فقيل لا ينشر الحرمة لأنه ليس بلبن حقيقة بل هو رطوبة متولدة، ولأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس كذلك. والقول الثاني أنه ينشر الحرمة، واختاره الموفق وغيره. ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كانت معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلا 5 رضعات قبل على الصحيح، ويثبت حكم الرضاع انتهى. وإن شك في وجود الرضاع أو شك في كماله 5 رضعات وليس هناك بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع. والله تعالى أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.